تحية طيبة لكم مشاهدين الأكارم في حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون ذات طابع مختلف جدا، راح نتحدث بها عن مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان. هذا الصرح التاريخي والحضاري والتراثي للعراقيين الذي يجتمع به طائفة معينة من العراقيين، بالتالي راح نتعرف على تفاصيل هذا المرقد، أيضا تاريخه وتراثه ومدى عراقة هذا المرقد، وأيضا ماذا يمثل للعراقيين أجمع، وبالتالي العالم كل العالم يعرف هذا المرقد وأيضا يعرف هذه الطائفة المهمة. كل هذه التفاصيل راح نشاهدها من خلال حلقتنا لهذا اليوم، تابعونا. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بالشيخ عبد الوهاب السامرائي في هذه الحلقه. اهلا وسهلا بك شيخنا. حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا. بدايه لنا شرف تكون ضيفنا لهذه الحلقه من برنامج بين دجله والفرات. يا مرحبا، حياكم الله، شرفتوا. الله يحفظك. بدايه نتحدث شوي عن منطقه العظميه واجواءها العيديه والرمضانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مدينه الاعظميه اخذت اسمها ساح، مثلها مثل سائر مدن العراق التي فيها رموز دينية عريقة، أخذت اسمها من الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وهو من أئمة التابعين، وهو صاحب أوسع مذهب إسلامي في مذاهب المتبعة لجمهور المسلمين. مدينة الأعظمية أخذت هذا الاسم وتعتز به، وأنشئت هذه المدينة امتدادا لبغداد القديمة المدورة التي أنشأها أبو جعفر المنصور، وأخذت كما قلنا اسمها من الإمام أبي حنيفة، حيث كان وفاته في هذه المدينة وآخر عمره في بغداد. اكتسبت اسمها بعد أن بدأت هذه المدرسة، مدرسة الحنفية أو مدرسة الإمام الأعظم، تنتشر في الأصقاع بعد أن دفن في هذه المدينة الإمام الأعظم. أنشئ مسجد صغير قرب قبره رضي الله عنه، ثم توسع في القرن الرابع الهجري، يعني قرب ما يقرب أو بما يقرب من 1000 عام. وفي القرن الخامس أنشئ أول مسجد جامع، ثم سنة 459. ثم بعد ذلك توالت التوسعات، التوسعة الكبيرة التي شهدها المسجد ولا زالت موجودة هي في عهد السلاجقة. نعم. ولذلك نتحدث، العفو شيخنا، خلينا نخلي الشق الثاني عن المسجد ومراحل المسجد وتطوراته للشق الثاني أو للفاصل الثاني. البداية خلينا نتحدث عن الأجواء الرمضانية لأهالي الأعظمية. أكو عادات وتقاليد جدا مميزة لأهالي الأعظمية في رمضان، في العيد، خاصة في هذا الجامع. شلون يكون هذه العادات والتقاليد؟ شلون يحيوها الأعظميين؟ شلون تكون بذرة التعاون والروح المميزة بين الأفراد؟ رمضان في بغداد عموما والأعظمية بشكل خاص يعني الابتهاج، يعني التزاور، يعني التوسع على العيال والأسر، حيث يهتم الناس حقيقة بأصناف الطعام. كذلك يعني اكتظاظ المساجد بعمارها، فتشهد المساجد حقيقة حركة دؤوب وحضورا مميزا يختلف عن كل سنة. فشهر رمضان شهر القرب، وحول رمضان وحول الصيام تدور أحداث اليوم، فيبدأ اليوم من بعد العصر أو قبيل العصر في تهيئة الإفطار، واعتاد الناس أن يطعموا جيرانهم مما يأكلون ومما يطبخون. كذلك اعتاد الناس أن يخرجوا بعد الغروب، أحيانا يفطروا في باحة الإمام الأعظم، وأحيانا يفطرون في بيوتهم، ثم يعودون إلى الإمام الأعظم. فباحة الإمام الأعظم كانت قبل كورونا تمتلئ بالعوائل والأسر. كذلك الحقيقة
أنواع الأصناف الحلويات التي يصنعها أهل المدينة مميزة في هذا الجانب، وخصوصا بعد عودة الناس من صلاة التراويح. شيخنا الفاضل، خلينا ناخذ فاصل، من بعدها مكملين بحوارنا لهذا اليوم. إذا المشاهدين الكرام، فاصل ومن بعدها مكملين حوارنا لهذا اليوم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل. شيخنا نرحب بك مرة ثانية. كنا نتحدث عن الأجواء الجميلة لمدينة العظمية. نعم. ندخل بالعيد، الأجواء العيدية المميزة لمدينة العظمية. أما يوم العيد وما يسبقه من تهيئة التوسعة على الأسرة والعيال بشكل خاص الأطفال، أما يوم العيد فهو يوم مشهود، حيث تغلق في الغالب أغلب مساجد المدينة، وتتم صلاة العيد الجامعة في مسجد الإمام أبي حنيفة، حيث تمتلئ الحرم والباحات والطرقات والساحات القريبة من الإمام، ثم يبدأ بعد ذلك التزاور. وهناك عادة حقيقة نحن نعتقدها ليس لها أصل شرعي، مع الأسف هي منتشرة في بغداد وبعض المحافظات أيضا، أن يتم زيارة المقابر في يوم العيد. نعم. وهذا حقيقة فيه نوع من الوفاء للموتى، أنه لا ينسوهم، ولكن في نفس الوقت فيه تعكير لفرحة العيد، إنسان يزور المقبرة ويتأثر، ولكن فيه كذلك يخرج الناس صدقاتهم. نعم. للفقراء وللمحتاجين. وفي العيد تحديدا تجد أن أسعار الحلويات وما يتعلق بإفطار يوم العيد المميز الجيمر والكاهي، هناك إقبال كثير عليه من أهل المعظم والعظمية. نعم. وفيه أيضا إشارة إلى أن الناس حقيقة في هذه الأيام لا يبخلون على أسرهم. صح. وعوائلهم، وفيه توسعة على الأهل، وفيه إكرام، وهو يوم الجائزة، يوم الفطر سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجائزة. نعم. الذي ينال الإنسان أجره وثوابه في ذلك اليوم. ومن مظاهر العيد إنشاء ملاعب الأطفال وملاهيهم. طيب. قبيل العيد. نعم. بأيام، حيث تعم الفرحة والسرور في أرجاء وأزقة هذه المدينة. نعم. ولله الحمد. الحمد لله. هنالك تلاقح فكري مميز بين مدينة الكاظمية المقدسة وأيضا مدينة الأعظمية المميزة. هذا التلاقح الفكري، الإنسانية، الأخوة بين الطائفتين على اعتبار مدينة الكاظمية وأيضا مدينة الأعظمية، والدليل حادثة جسر الأمة عندما استشهد فيها الشهيد عثمان. نعم. يعني رحمة الله عليه. الحقيقة الأصل أن بغداد هي لم يكن فيها هذا التمييز. نعم. ويحتاج الإعلاميون والمتحدثون حتى من أهل العلم والمشايخ وأهل المنابر، يحتاجون أحيانا الاستشهاد بهذه لارتفاع النبرة هذه في خلال السنوات الأخيرة. صحيح. أما الأصل فمدينة الأعظمية والكاظمية هي أقرب مدينتين أو حيين في الجوار وفي النسب. صح. جزء كبير من الكاظمية هم تاريخ بغداد، من العبيد. أيوة. هم من العبيد. نعم. وهناك تزاور، وهناك تصاهر، وهناك علاقات أسرية متينة بين هذه المدينتين، إضافة إلى أن كل المدينتين تحتويان على خزين فكري وثقافي وأدبي مشهور منذ قديم الزمان. نعم، في الفترات الأخيرة حدثت إشكالات بسبب التطرف وحمل السلاح المنفلت من كل الأطراف. نعم. مما دعا المتحدثون، مما دعا المتكلمين، المتحدثين والمتكلمين
إلى إبراز هذه النماذج المضيئة مثل عثمان العبيدي وغيره رحمه الله. لكن في الأصل هذه المدن هي أساسا متعايشة متآلفة تربط بينها وشائج. يعني سابقا هناك مسجد على ضفاف نهر دجلة من ناحية الكاظمية، مسجد فتاح باشا، وكان الناس يذهبون بشكل يومي للصلاة فيه والتزاور، ولهم أقارب وأرحام. لم تكن هذه موجودة قبل حلول نقمة 2003 وما ابتلي به البلد من طائفية. بالتالي نقول المدينتان متآلفتان متراحمتان متعايشتان لولا وجود بعض الأصوات النشاز التي تثير الفتن. رغم هذه الأصوات النشاز ورغم الظروف اللي مرت بها المدينتين والطائفية بسنة من 2003 إلى 2006-2007، لكن بقت روح الأخوة العراقية موجودة. إحنا إلى الآن نحن في رمضان مثلا، مما يعني يذكر ويعرف أن كثير من الأخوة في الكاظمية يعبر يوميا يتسحر في أبي حنيفة في الأعظمية. صح. ساحة الأعظمية معروفة، والعكس صحيح، تبقى تستقطب الناس بأكلاتها والمشاوي وغيرها وغيرها إلى صلاة الصبح، يعني إلى الفجر يتسحرون ويتعشون وكذا. هناك تزاور وهناك تعايش وهناك حقيقة علاقة طيبة، لولا أن السياسة والمفتنين دخلوا ولا الوضع طبيعي. وإن شاء الله السياسة من تدخل بكل شيء تخربه مع الأسف. هم يتكلمون عن إيش تسييس الدين. نعم، تسييس الدين ويسموا الإسلام السياسي. الإسلام تحدثون عن هذا، ولكن في نفس الوقت هم أيضا أرادوا دينا سياسيا. صح. تدخلوا حتى في التدين، الأحزاب السياسية تدخلت حتى في التدين، ومع الأسف أفسدت كثير من مفاهيم التدين ومن المؤسسات ومن ليش؟ لأنه أيضا لا يريد السياسي أن يبقى المتدين والعالم والمؤسسة مستقلة عنه. نعم. حتى لا تشكل ضغطا عليه. طيب قبل أن نأخذ فاصل شيخنا بسؤال، يعني تعرف حقبة داعش الظلامي والإرهابي، اليوم كان من هنا منبر صادح ضد عصابات داعش الإجرامي، كيف تجاريتم مع هذه السنوات في حقبة داعش الإرهابي، خصوصا أن أخواننا من أبناء المناطق الغربية هم يستمعون إلى كلامكم؟ الحمد لله بغداد لم تشهد هذا الفكر وهذه الإشكالات، ولكن مع ذلك نحن هناك مسؤولية شرعية. مسؤولية شرعية الحقيقة تمارس هذه المسؤولية ينبغي بشكل عام، وليس فقط مع أفكار داعش. كل تطرف مذموم وكل إجرام مذموم، وينبغي أيضا أن نكون منصفين. يعني لا ينبغي أن يلصق الإرهاب والهذه بفئة. الإسلام عموما ليس إرهابي، التسنن ليس إرهابي، وهذا من الأشياء التي وإلا هو ما هو الإرهاب؟ إذا كان الإرهاب هو تخويف الناس وحمل السلاح خارج نطاق الدولة والقتل على الهوية بعشوائية، فهذا مارسه المتطرفون من كل الأصناف. بالتالي حقيقة هنا يكمن دور المؤسسات الشرعية في تحذير الناس وعامة الناس والشباب بصورة خاصة من هذه الأفكار، وهذا واجب كل صاحب رسالة. المجمع كان له دور كبير في تحصيل المجتمع من هذه الأفكار، في التحذير ومناقشة وإبطال حجج التطرف والتكفير وغير ذلك. المجمع أطلق مبادرة عراق بلا تطرف عام 2017-2018، شملت محاضرات مع الشباب والكليات، شملت مطبوعات ومطويات ومرئيات. حضر افتتاح هذه افتتاح هذه الحملة عدد كبير واهتمام دولي واسع من السلك الدبلوماسي داخل العراق ومن كل المؤسسات الرسمية والشرعية والمرجعيات في العراق، وهذا واجب. وقد أخذ الله أمانة أهل العلم أن يبينون للناس هذا الدين ولا يكتمونه.
ينفون عنه تأويل الغالين وانتحال المبطلين وفهم الجاهلين، وهذا واجب أهل العلم في كل وقت، ينبغي أن يصدحوا بالحق ويقولوا هذا الحق، هذا خطأ، هذا صواب، هذا يوافق الشريعة والدين وهذا لا يوافقها. أحسنتم. ليس من الدين كذا، ليس من الدين كذا، ليس من الدين قتل الناس على الهوية، وهذا ينبغي أن يكون عاما. نعم. حتى لا أيضا يعني إيش يكون هذا الخطاب، ينبغي أن يكون عاما ليس فقط بأسماء فلان وفلان. نعم. شكرا لك شيخنا على هذا الحوار الممتع في هذا الجزء. حياكم الله. خلينا نأخذ فاصل بعدها نتحدث عن المرقد وتاريخه وتراثه. إذا مشاهدينا الكرام فاصل، من بعدها مكملين وياكم حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام في حوار حلقتنا لهذا اليوم، وراح نتحدث عن جامع الإمام الأعظم وعن هذا التاريخ والصرح الحضاري والثقافي للعراقيين أجمع. شيخنا رحب بك مرة ثانية. اليوم جامع ومرقد الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان يمثل جزء حضاري وتاريخي وتراثي مهم للعراقيين. خلينا نتحدث شوية عن تاريخ القديم ومتسلسل إلى أن نوصل لما وصلنا عليه. نعم. هذا من فضل الله عز وجل على بلادنا. بلادنا فيها مراسي كثيرة، فيها أعلام في كل نواحي العلوم والجوانب، أعلام في الفقه وأعلام في التصوف وأعلام في التفسير وأعلام من آل البيت، أعلام في الأدب وفي اللغة، أينما تقلب الطرف تجد العراق ثري بهذا. نعم. المدارس الفكرية، المدارس العقدية، الفلسفية، الفرق في التصوف. بغداد والعراق يعني يعتبر محطة مهمة كبيرة من تاريخ في تاريخ الإسلام، ومن ذلك بغداد حقيقة من أعظم رموزها في الفقه أبي حنيفة والإمام أحمد وجعفر الصادق، وفي التصوف الجنيد البغدادي وشيخ عبد القادر الجيلاني، وفي الحديث الدارقطني وابن الجوزي وغيرهم. بغداد ثرية ومليئة بهذه النماذج، وقد من الله على هذه المدينة باحتضانها مرقد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو تابعي جليل من أصحاب المذاهب، وهو أقدمهم عمرا والوحيد في الأئمة الأربعة الذي يعد تابعيا، ومسجده يعد صرحا عظيما يقصده الزوار وال المحبون من. نعم. كل أنحاء العالم، فلا يمر يوم إلا ونجد من باكستان ومن الهند ومن بريطانيا ومن تركيا، يعني هنالك زيارات أجنبية كثيرة، يعني لا يخلو يوم على قلتها لم تنقطع حتى في هذه الظروف. بالتالي له مكانة كبيرة، أغلب من نصف المسلمين، يعني أكثر من نصف المسلمين عفوا، يتبعون في الفقه مذهب أبي حنيفة، ولهذا للمرقد مكانته والمسجد مكانة عظيمة علمية وروحية. ومدرسة الإمام أبي حنيفة يمر يعني خلال سنتين يمر عليها تقريبا 1000 عام على إنشاء هذه المدرسة، المدرسة الحنفية التي أخرجت أفذاذا وعلماء، والفقه المدلل الذي طبق في الحياة في أول قاضي قضاة في الإسلام أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبي حنيفة. الفقه الحنفي فقه ثري، فقه واقعي منطقي، فقه يحترم العقل والرأي والقياس، إضافة إلى أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان صاحب حديث
وكان صاحب منطق وصاحب عمق حتى في العقائد، له مؤلفات الفقه الأكبر وغيره. مكانة هذا المسجد حقيقة من مكانة صاحبه، وكما قيل قديما المكان بالمكين. نعم. المكان بالمكين، فحظي هذا المكان الذي يعني نتشرف بوجودنا فيه وخدمته حظي باهتمام منذ القدم، ونحن نشرع إن شاء الله عز وجل، شرعنا في إنشاء متحف للإمام الأعظم إن شاء الله سيرى النور قريبا، العمل جاري به، يحتوي على نوادر التحف والمخطوطات منذ ما يزيد عن 600 سنة وبعضها أقدم، ويتشرف هذا المكان بأنفس النفائس وأغلاها وأعلاها وأحلاها، هي شعرات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يقصدها الناس، وهذا من أيضا عرف المدينة وآدابها وتراثها أن هذه الشعرات تخرج للناس مرتين في السنة، ليلة المولد النبوي الشريف وليلة 27 من رمضان، إن شاء الله يكون خلال هذه الأيام القريبة تخرج الشعرات الشريفة إلى الناس لينالوا بركتها الرسول صلى الله عليه وسلم. مراحل التطور اللي مر بها المسجد إلى أن وصلنا إليه، تحدثنا قبل قليل المسجد وفاة الإمام أبو حنيفة سنة 150 للهجرة، نعم. يعني ما يزيد عن 1300 سنة أو ما يقرب من 1300 سنة عفوا. بعد ذلك كان يعني ضريحا أو قبرا بصير، ثم أنشئ قربه مسجد. أحسنت. وفي القرن الرابع هذا المسجد، ثم في القرن الخامس أنشئ جامع، يمكن أن نسميه جامع 459، وبقي جامعا متواضعا حتى سنة حتى مجيء السلاجقة. طيب. وسعوه التوسعة الكبرى، وبعد ذلك توسعة سليمان القانوني، وبعد ذلك توسعة السلطان مراد، وما زالت حقيقة الحكومات تهتم بهذا المرقد حتى التوسعة الأعظم والأكبر في تاريخ المسجد التي كانت في عام 1971، افتتحها الرئيس الأسبق أحمد الحسن البكر، واليوم المسجد ينتظر توسعة أكبر من كل التوسعات الماضية، حيث سيمتد إن شاء الله إلى نهر دجلة، حيث استملكت كل البيوت المحيطة في جامع ومرقد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وسيكون إن شاء الله تعالى شيئا كبيرا يليق بمقام هذا الإمام ومنزلته. كذلك المسجد يضم مرافق عديدة، ففيه كلية الإمام الأعظم، هو اللي نتحدث عن الكلية، الكلية طبعا فيها دراسات أولية ودراسات عليا، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، ولها فروع في عدة محافظات، 6 محافظات. المسجد كذلك يضم قسم داخلي للطلاب، يعني يحتوي أو يستوعب أكثر من 600 طالب. طيب. المسجد يحتوي على مقر مرجعية أهل السنة، المجمع الفقه العراقي بعلمائه من كل مذاهب أهل السنة ومشاربهم، وأيضا له فروع في المحافظات. في المسجد تقام الحلقات العلمية والشرعية والدروس على مر الأسبوع، وبنظام الحلقات والإجازة لا بنظام الدراسة والأكاديمية. طيب. وعلماؤنا يدرسون ولنا طلاب ندرس هذه العلوم والفقه وأصول الفقه والنحو والتفسير والمنطق والعقائد، الحمد لله تسير بتوازي الدراسة الحلقية من المشايخ إضافة الدراسة الأكاديمية. طيب. في كلية الإمام الأعظم. شيخنا سؤال أخير، الساعة الجدارية الكبيرة اللي تمثل لها رمز تاريخي أيضا داخل المسجد. نعم، هذه من حقيقة من نوادر وأقدم الساعات في العراق، وهي صناعة أعظمية خالصة. نعم. صنعها الحاج محسوب، وهم بيت محسوب معروفين في مدينة الأعظمية، عائلة مشهورة ومعروفة، صنعها أبو جدهم، وما زالت هذه الأسرة هي من تديم هذه الساعة وترعاها صناعة يدوية بشكل كامل 100%، وما زال من هذه الأسرة شخص موظف يديم هذه الساعة ويخدمها بشكل
أسبوعي. شكرا جزيلا لك شيخنا على هذا الحوار الشيق. أهلا مرحبا بكم. شكرا لك. وأنتم أيضا مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة. نلتقيكم بحلقات أخرى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله. إلى هنا مشاهدين الأكارم وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج بين دجلة والفرات. أتمنى أن تكون نالت أعجابكم. شكرا لكل كادر العمل اللي رافقني. شكرا لكم مشاهدين الأكارم على حسن المتابعة في كل مدن العالم العربي. ملتقانا وإياكم في حلقات أخرى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله.